بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم اليوم إن شاء الله على الـ Identification of Candida، كيف إحنا هنشخص الكانديدا. كلنا بنعرف إن الكانديدا عبارة عن ييست، وممكن تسبب مشاكل تبدأ من المشاكل الجلدية Cutaneous Candidiasis إلى المشاكل اللي داخل الجسم Systemic Candidiasis. في الغالب الكانديدا بتظهر معانا على البلد أجار وعلى التشوكلت أجار، لكن ممكن في لحظة من اللحظات تظهر على المكونكي أجار، يكون هذا شكلها. الآن إحنا في شغلنا كل اللي بنعمله للكشف عن الكانديدا إن نعمل ويت ماونت، فحنشوفها تحت الميكروسكوب بالشكل هذا أوفال شيب، وممكن تكون عاملة بادينج طبعا لأنها إيوكاريوتيك، مفروض إنها في إلها نواة، إحنا بنشوفهاش صحيح، لكن هي إيوكاريوتيك أورجانيزم. في الحقيقة في مجموعة فحوصات تانية بتنعمل يعني، بس غالبا بحثية مش في الروتين لاب. الفحوصات هذه لأي شخص بده يعمل بحث على الكانديدا بده يعمل مجموعة فحوصات، منها الجيرم تيوب والكلاميدوكونيديا برودكشن والكروم أجار الكروموجينيك أجار كلتشر والكربوهيدرات أسيميليشن تيست والجروث عند 45 درجة والتوين 80 أجار، ويعمل اي بي اي 20 سي، سي اختصار للكانديدا، وفي 32 سي والبوليمريز تشين رياكشن. تعال نمر عليهم واحدة واحدة سريعا. الجيرم تيوب، انا لو جبت سيرم نص ملي كده سيرم وحطيت فيه كولونيا او تنتين وسبتهم في الحضانة عند 37 درجة لغاية ساعتين ونص واخدتهم على الميكروسكوب، راح اشوف حاجة اسمها جيرم تيوب بالشكل هذا. الكانديدا طالع منها جيرم تيوب. طيب هذا ايش معناه؟ معناه انه هذا اللي قدامي اما كانديدا البيكنز او كانديدا ديبلينسز. الجيرم تيوب بتميز الالبيكنز والديبلينسز عن باقي انواع الكانديدا، لكن ما بتميز التنين هذول عن بعض. طيب الفحص الثاني كلاميدوكونيديا برودكشن، بدنا نعمل فحص نشوف هل تستطيع انتاج ما يسمى بالكلاميدوكونيديا ولا لا، وهذه حنستخدم لها رايس أجار ميديا. رايس أجار ميديا سبليمنتد باي 8 مل ملتوين 80 أجار. إيش اللي حيظهر عنا؟ حيظهر عنا راوندد سبور with double wall isolates was observed as كلاميدوكونيديا بالشكل هذا. سبورز إلها جدار سميك. طيب هل هذه كانديدا ألبيكنز؟ والله ايش، لا هي البيكنز او ديبلينسز، يعني كمان الفحص هذا ما بميز الالبيكنز عن الديبلينسز بس بميزهم عن الانواع الاخرى. الفحص الثالث لكروم اجار، من اسمها هي عبارة عن ميديا تستطيع اظهار الكولونيز كل واحدة بلون، فبتظهر الكانديدا البيكنز والديبلينسز برضو بلون اخضر، الكانديدا تروبيكاليز بتظهر بلون ازرق، الكانديدا كروزياي بتظهر بلون ايش روز، وانواع الكانديدا الاخرى ممكن تظهر لون وايت الى روز بالشكل هذا. هاي هنا تروبيكاليز، هاي هذه كانديدا البيكنز، هاي هذه كروزياي، لكن الكروم اجار ممكن تعمل مس دياجنوزز، يعني مثلا الكانديدا اوريس ممكن تظهر برضو ماخذه لون كتير قريب على الانواع الالوان هذه، فما نقدرش نميز الاوريس عنهم. هاي صورة تانية كمان بتوضح بعض الأشكال للكانديدا المختلفة والألوان المختلفة، هاي الأخضر ألبيكنز، هاي الأزرق تروبيكاليز، هاي هذه كروزياي، هاي هذه جلابراتا. طيب الفحص اللي وراه اسمه كربوهيدرات أسيميليشن. في فرق بين مصطلح أسيميليشن وبين مصطلح إيش، فيرمنتيشن. فيرمنتيشن تخمر حيطلع عنه أسيد، لكن هنا أسيميليشن استخدام الكربوهيدرات كمصدر وحيد للكربون. فاحنا بنجيب اجار وبنفرد عليه الكانديدا وبنحط ديسكات فيها عليها سكريات، فالسكر اللي بيستخدم كمصدر وحيد للكربون بينمو حواليه الكانديدا. يعني الان هنا الكانديدا عملت اسيميليشن لهذا وهذا 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 وهذا، وهذه نفس فكرة الاي بي اي 20 سي، ان هي فيها ويلز وفيها سكريات مختلفة وبتعمل اسيميليشن. طيب الجروث عند 45 درجة، انا بحط الكانديدا على حرارة 45
في حضانة خاصة حرارتها 45، حميز ايش الدبلينسز اللي لا تستطيع النمو عند هذه الحرارة عن الألبيكنز اللي تستطيع النمو عند هذه الحرارة. طبعا احنا هنتابع القصة هذه لمدة 10 أيام، يعني الأمر مش يعني مش سريع كده تاني يوم تشوف النتيجة، لا. إذا أنا لو عندي كانديدا بدي أعرفها ألبيكنز ولا لا، بدي أعملها على الأقل الجيرم تيوب زائد الجروث عند 45 درجة. توين 80 أجار تستخدم لتقييم اللايبوليتيك أكتيفيتي، وزي ما شايفين هنا استريز برودكشن was evidenced as the presence of halo around the site of inoculation. أنا بزرع الكانديدا وبشوف الهالو زون حوالين الكانديدا على الميديا اللي اسمها 80 أجار. ABI زي ما علقنا توي هي 19 كربوهيدرات assimilation test، بنحط عليهم الكانديدا وبتحضنوا عند 30 درجة لمدة 24 ل 48 ل 72 ساعة، يعني 3 أزمنة، وبتتابع بعد 24 ساعة إيش صار، وبعد 48 وبعد 72 ساعة التربيديتي اللي بتظهر دليل على الاسيميليشن اللي صار للسكريات. في ملاحظة صغيرة هنا بتقول in general ABI 20CAOX system seems to be accurate in differentiation differentiating candida species with identification rate higher than 85%. يعني ما بتدينيش نسبة كبيرة جدا توصل ل 95 و100%. اخر حاجة البي سي ار، زي البي سي ار العادي لازم يكون في عندي برايمرز، ولازم يكون في عندي اللي هو الجهاز بتاع البي سي ار، وفي الثلاث خطوات المشهورة الانيشيشن والالونجيشن والامبليفيكيشن، الانيشيشن والانيلينج والامبليفيكيشن بخطواتها المعروفة والمشهورة. كده احنا بنكون علقنا سريعا على الكانديدا وكيفية تشخيصها. طبعا في امكانيات تانية اوسع من كده مش موجودة، اللي هي زي المالديتوف وزي السيكوانسينج وغيره، وإن شاء الله تكون الشرح يعني سهل وعجبكم، وإلى اللقاء.